اليوروبا ليج كما شاهدتم جميعا إقصاء مر وغير منتظر، إقصاء طعمه كالعلقم لنادي برشلونة الذي خرج من هذه المنافسة. برشلونة الذي وصل إلى سلسلة 15 مباراة دون خسارة يسقط أمس سقوطا مدويا فوق أرضية ميدانه 3-2 أمام نادي فرانكفورت الألماني. أدى مقابلة قوية برشلونة محمد، ولكن فرانكفورت كيلعب بالمرتدات، يعني يقتلهم بالمرتدات، من يحمل الكرة يمشي ويسيب روحه أمام الحارس، يعني حتى الحارس يعني الكرة هي مباراة قوية. لا لا خلقوا عدة فرص حتى مباراة قوية. أنا أعطيك الأرقام عمي محمد، أنت دائما الريال عنده حظوظ ضئيلة، وبرشلونة رغم الإقصاء قدم مباراة قوية، ما قدم حتى مباراة قوية برشلونة. باش نأكد لك بالأرقام، برشلونة سدد 10 مرات نحو المرمى، 4 فقط منها كانت داخل القطة. في المقابل فرانكفورت سدد 15 مرة، 7 منها كانت داخل الإطار، 3 منها كانت أهداف، 1 منها كان صاروخ ماشي هدف، صاروخ بوري كولومبي بوري سدد قذيفة من حوالي 30 أو أكثر من 30 هدف. لكن أدهى والأمر أمين أنه برشلونة كان متأخر بثلث أهداف كاملة مقابل 0 في الدقيقة 67. أمين نعم هذا غير مقبول على ملعب الكامب نو، خاصة في الشوط الأول. الشوط الأول برشلونة ما لعبش بطريقة متزنة، في الشوط الأول ضيع فرانكفورت العديد من الأهداف، كان قادر يسجل أكثر. الشوط الثاني ضبي برشلونة عاود رجع اللعب تاعو بمستوى معين، ما رجعش بمستوى كبير، ولكن فرانكفورت نضم لي لعب مقابله في المستوى هذا الشيء يزيد يجرني انني المره اللي فاتت قلت لك بلي برشلونه دائما ما يعاني مع الانديه الالمانيه، ما يلعبش مليح مع الانديه الالمانيه. الانديه الالمانيه اللي عندها طريقه دفاع ممتازه، عندها طريقه هجوم ممتازه. البارح نعم. الهجمات المعاكسه كانت ممتازه، وكانت كل تقريبا كل هجمه بهدف. نعم فضيحه تذاكر، ما القصه امين؟ أسأل الجماهير الكتالونية التي صدعت رؤوسنا بالانتماء وحب الفريق وحب الشعار، ونيمار يحب الأموال، لذلك وعندما فضل المال على برشلونة. بالأمس شاهدنا كيف فضل جماهير برشلونة وجزء كبير من جماهير برشلونة المال على النادي، وكأنهم باعوا فريقهم على طبق من ذهب لنادي فرانكفورت. بالأمس حتى تشافي استغرب بعد نهاية المباراة، قال شعرنا وكأننا نلعب في ملعب نهائي في ملعب محايد يقتسم الجمهور نصفه في المدرجات. حتى شاهد هذه في مدينة برشلونة قبل المباراة، يعني جماهير فرانكفورت تستحق كل التحية محمد، فعلت كل شيء من أجل أن تساعد وتساند فريقها للتأهل وحققت المنتخب. اليوم رئيس برشلونة خوان لابورتا قال بأن القضية للمتابعة، وسيتم استبيان ورصد كل الأنصار الذين أو أسمائهم الذين باعوا تذاكرهم لأنصار فرانكفورت ولم يساندوا الفريق في هذه المباراة الهامة. لا كانت أزمة محمد، يعني تصور أنت عامين ما خدموش، هاد الناس باعوا التيكيت تاعهم، واحد ما يسلم محمد قال لك بين 800 يورو و 1000 يورو 800 يورو يبيعها، كانت أزمة، ما كانش المناسب ما كانش يدخل أموال لتذكير لتذكير والانتماء وراه مش من انت ما تستيلو هذاك ما جبتوش ستيلو تاع برشلونة كل قول سوبا مليح، هذا تصرف غير مقبول تماما. وهذه ستبقى وصمة عار في جبين انصار برشلونة طبيعة الحال، خاصة بعد تبيع فريقك ب 800 يورو خاصة بعد الإقصاء شابه، لو كان 10,000 يورو ولا ممكن يا ما 800 يورو ما عندك بدل فيها 800 يورو راهي 20 مليون لا أمين والله، يعني البعض قال لك لا نلوم، مثل ما قال قسعد قال لك لا نلوم هؤلاء المناصرين البسطاء لأنه في أزمة اقتصادية وفي الناس لا تشتغل، قال لك لقوا فرصة باعوا تذاكرهم للأنصار الألمان ب 800 يورو وكانوا يعني في بالهم بأنه الفريق خلاص مباراة سهلة والفريق تأهل، ولكن من جهة أخرى قال لك هذه ستبقى وصمة عار وفضيحة ونقطة سوداء في تاريخ محمد برشلونة. فضيحة بجلاجل سيبقى يتذكرها التاريخ حتى بعد مئات السنين. كل ما تهدر على فضائح كرة القدم منا على 5 قرون جيت دير تقرير في قناة من القنوات الرياضية على أبرز الفضائح، تديرها في كرة القدم تدير هذه الفضيحة محمد. فضيحة دوك أزمة اقتصادية ماشي أزمة اقتصادية أخي العزيز، أنت بعت التذاكر تاعك لأنصار فرانكفورت وتسببت بطريقة مباشرة في إقصاء فريقك من الدور ربع نهائي ماشي حتى رابط أبطال أوروبا اليوروبا لي. يعني ما شفناهمش بالثلاثة ما شفناهمش بالأربعة ودوكا بالخميس ما نشوفوهمش. كيف تصف هذه الحادثة؟
كما قال الجماعه والله نضم اللي فضيحه فضيحه تبقى في تاريخ. وكان هداو لهم تذاكر كان الامر اهون. شوف قال الالمان جاو هدينا لهم بعض التذاكر جاو باعداد هائله، لكن انك تبيع التذكره خاصه انك في برشلونه، برشلونه اقليم خاص، اقليم فيه الانتماء، فيه فيه مشهورين الانصار الكاتالونيين انهم يحبوا ارواحهم اكثر من يحبوا الفرق الاخرى، عندهم الانتماء شيء مقدس. ماشي هذا اللي خلى برشلونه فرانكفورت يقصي برشلونه. ماذا فعل اللاعبون؟ طريقه دخلوا اللاعبين طريقه اسمع قبل المباراه دخلوا الاحماء لاعبو برشلونه تحت صافرات تقريبا كل الملعب، هم تفاجئوا وكانهم يلعبوا في المانيا وليس في اسبانيا، هذه تاثر نفسيا. 35000 ل 40000 متفرج نصف الملعب تقريبا محمد. نعم هناك إجراءات صارمة إدارة برشلونة تحقق في هذه القضية، وقال لك حسب الصحافة الإسبانية سيتم رصد هؤلاء الأنصار وسيتم تحقيق معهم وربما إقصائهم وانتزاع التذاكر الموسمية التي يحوزونها. لكن هذا محمد ما نقدروش نعلقوا شماعة الفشل كلها على الجمهور، لا حتى تشافي بالأمس شاهدناه عاجزا لم يجد المفاتيح المناسبة من أجل فك شفرة الدفاع وتكتل وقوة وصلابة. يعني هذا كان مدرب رائع في 15 مباراة وأمس أصبح عاجز. ما يخسرش أمس أصبح عاجز أمين غوارديولا ما يخسرش. أنت قلت بأنهم تأثروا من غياب جماهيرهم ووجود جحافل كبيرة من جماهير فرانكفورت وبعد ذلك صدموا بأهداف متتالية. محمد شوف أنا سامحني عمار، أنا شفت المواجهة، شفت الشوط الأول ومن بعدها عاود شفت الشوط الثاني. في الشوط الأول يا أخي العزيز مفاتيح لاعب برشلونة كلها كانت تقريبا إلا ديمبيلي اللي كان يتفوق شوية بالمهارة الفردية والسرعة. كل ما يقبض ديمبيلي الكرة يستقبل الكرة إلا ويلقى ربع لاعبين دائما على الأقل ضايرين به. يعني تكتيكيا مدرب فريق فرانكفورت قدم مباراة في أعلى مستوى محمد، وحتى من جانب الجرينتا والروح القتالية لاعبو فرانكفورت كانوا أكثر إصرارا من لاعبي برشلونة محمد. برشلونة دائما عندهم هذيك تاع احنا كما قال تشافي احنا نربحوا بالطريقة المليحة، اربح بالطريقة المليحة مالا دوكا روح ريح في دارك. تخطيط المباراة من جانب فرانكفورت كان احسن بكثير من تخطيط المباراة من جانب تحس كما قلت انت عمار قبيل، تحس باللي مدرب فرانكفورت درس في الذهاب وفي الاياب، حتى الذهاب الثلاثي وسط الميدان درسوا مليح وما خلاش خطوره كبيره. باريس سان جيرمان